Bonjour, bonjour, reine. صباح الورد والياسمين وصباح النور. شتكم؟ شكون بحالي؟ تفكر عشي شنا الزلم عشي شوفو قاعد الغوبو اللي واخد هاد الايام بيخرج مني ربيطات ربيطات فاش نرجع للمغرب. عرفتي شحال الخدمة كتسناني؟ فو بوفي با ايماجيني شحال الخدمة. واخا نقولها ليكم ما تيقوش. والخدمة عباد الله الخدمة هكا 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 تتسناني. درت بحال شي حلقة زدت بديتي وقلت ما صبحت. كان فيق كانت لكم اللايف هذه هي التيق ما قدي حد اختي ما قدي حد. دريك دريك كان في ايبيزا ما بقيتي ما بقيش باغي ترتاحي وتغبري. صافي الحبيبة ديالي ضعفتي كيف غديري تخلي بنتك وتقول ان شاء الله يجمعش منكم يا رب امين. انتي ديال اليوتيوب اختي هادشي كيقولي سيدي تقولي حيت ما تتبقاش كتصنتي الصبر لأنني ما غاديش تعلم منها. كضرني في دماغي انا في راسك هكا مع الصباح دوك الاخبار كيبقى كيحطو مناري صرت شنو الاخبار الصباح تنتي جبت الاخبار كلكم يمكن بليين الاخبار تصبعني هنا هكا ايه عرفتي فوف فوف من النعاس للاخبار ديري اللي درتي لا ديري لنا شي القرآن حسن ديري القرآن لا ديري شي دعاء ولا شي حاجة لا أذكار الصباح جيبي بنتك المغرب معاك إلا كانت عندها عطلة حبيبتي راه العطلة راه تقادات لا طلع راه تقادات حبيبه ديالي راه باقي 10 ايام و بخسكول راه بركه عليك بركه عليك راه بالدريهم علي الناس ديال الملك من عطله سالك حنايا في المغرب حنايا في المغرب واحد لواحد المشكل ما يمكنش بلاتي نعاود لكم عليه صباح صباح. حنا في المغرب البيضات الجاوي عندنا اش غنقول لكم عندنا لي فاكونس دابا الا كانت لابيل جلت 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 لونتر سكولير كتكون تتكون مثلا لو 5 هي راه 4 بالليل نهار 4 بالليل باقي كتجري على على اش باين لبس الوالد ومع 12 الليل خليتي بلاصتك داست نايضه عرفت داست نايضه مهدي بصحتكم وبراحتكم يعني حتى 4 بالليل نهار 4 بالليل وتلقى يا ولده مازال ما ناش باقي في الوحدات الليل تزعرط في 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 الدار واش فاهمين يعني هذا من اكبر الاغلاط اللي كان ديرو شكون حنا
انتم سكان المغرب الاول ولا مهدي؟ انتم راهو من الاباطره. واش فهمتوا؟ يعني حنا يعني في اوروبا حبيبتي نو ماشي، حنا من دابا بنتي بدات تنعس تقراطا، داكشي كتتنعس مع 12 تقراطا على 10 9 8 كتبقى 3 ايام المدرسه كتلقى ايام 8 جامده، وتنرجعوا السيستم تاع التليفون كناخذوه في السبت في الصباح والحد في السبت النهار كامل والحد في الصباح والعشيه سي لي دوفوار. واش فهمتوا؟ يعني انا شوفوا نقول لكم واحد الحاجه خصكم تفهموها، ولادي كاين 7 8 ولا 9 الله يخلي لك حبيبي ديال شتي. انا البنات نقول لكم واحد الحاجه، انا بوغ موا اي ام كيما كانت نوعها زينه خايبه كيما كانت الام كتبقى ام، ويجب علينا نحترموها. الام الى دارت دي ساكريفيس لولادها راه ماشي بالشرط انها تكون معاهم، باسكو انا جو فو دي زونفون كاينين مع لي مامون ديالهم، ومن الاحسن ليهم انهم يكونوا مع الاباء ديالهم. ولكن حنا باسكو شعب اللي مثلا حنا انانيين، حنا ما كنديروش واحد الحاجه باسكو حنا عن اقتناع ولا عن قناعه ولا واحد الحاجه باسكو مزيانه لهذاك لونفون ديالنا ولا واحد الحاجه اللي غتكون احسن ليه في الحياه ديالو. واش فهمتوا؟ حنا كنديرو باسكو خالتي بتهضر، جده، جيراننا، الناس بيقولوا اشنو غادي يقولوا عليا، اشنو غادي يديروا، اشنو هادي، اشنو داك. فانا جو في با دون هاد لو موند ديال الناس اشنو بيقولوا، باسكو الناس الجمال ما عمرو كيشوف دروتو، كيشوف دروت الناس. واش فهمتوا؟ يعني ما عمرنا حنا ما كنشوفو ولا اون سومي على بلاص ديال لا بيرسون اون فاس دو نو. اشنو كنديرو حنا؟ على الاقل الوقت بدلات المصطلحات الاولاد كنفرضوا الانضباط. نتفق معاك، الهضره حنا فينا فينا، درتي الزين باه يهضروا فيك، درتو الخيبه باه يهضر فيك. واش فو بونسي انهم فاش نتي غادي تربي ولادك زينين غادي يديروا لك الجائزه، فاش تربي ولادك خايبين غادي يعطوك الجائزه؟ راه ما يعطيك حتى شي الجائزه، راه الجائزه اللي غتاخذي هي في هذوك الاولاد. يعني احسني التربيه ديالهم ولا احسني اختيار ديال التربيه ديالهم. انا مالغري انني كنسمع شي هضره ماشي كضر في القلب، وحق الله العلي العظيم هضره اللي كتدخل ليا كتحرق ليا الدم ديالي، كتسخفني بكثرت ما كقراها، كتسخف كضر لدرجه الشهقه كطلعني. ولكن كنقول نو سوا فورت اسو كاينه، لانه هاد الانسان ولا هاد ما تسميش انسان باسكو بزاف عليه الانسان يكون هكا، بزاف على الانسان من غير الاسلام، بزاف على الانسان كيف ما كان يجرح شي واحد ولا يقول لي شي كلمه اللي عارفه هي مجرحه، هي راه كتجرح انت ربي مجرد ما كتدخلي الحياه الشخصيه ديال الانسان ولا كتدوي على والدي عنده مشكل مع والديه وانت كتحفر ليه على والدي، ولا عنده مشكل مع ولادو تحفر ليه على ولادو، ولا مفرق مع ولادو وانت كتقولي ليه ولا 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 بوغ اكس غيزون، ما كترحميش ما كتعقليش عليه. فانا هذا ما كنسميهش انسان، ولو يكون ما عرفتش اشنو، حيت الانسان ما غاديش يمكن يدير لك هذا الشيء. هذا سيساكو انا ما شوفوا انا لحد الان كميه الحقد والسم اللي كاينه في بنادم كتحمقني. واش فراسكم؟ انا واحد الانسانه اللي كيخطرها الغدر، فاش كنشوف الغدر كنولي ما عرفاش اشنو كندير، كنولي شوفوا الغدر والحقد والحسد الحسد اوكي، هاد الحقد اللي كتلقاي في بنادم اش غنقول لكم؟ كتقولي علاش اشنو داير، اشنو انت درتي لهذا الانسان هذا؟ اوكي
بلا تنبلوكي عباد الله، ها كاينه جات بلوك، الله يعاونك، زيدي شكون اخرى. واش فهمتوا؟ انا ما مالي والو، انا يعني نقول لكم واحد الحاجه، انا ما بقيتش حملت ندير لي لايف باسكو اشاك فوا كنهضروا على ان سوجي صافي دير كو هذا لو سوجي هذا كيهضر عليا انا، كنهضروا على الخيانه صافي جاك تخنت، كنهضروا على الاهانه صافي جاك تهنت، كنهضروا على الراجل صافي جاك عندي مشكل، كنهضروا على المشاكل عندي مشاكل. اريتي دو كومباري ما في افيك ما في بريفي افيك ما في دو سوشيال ميديا. راه انا جو سوي انفلونسوز جو دو بارلي على كاع لي سوجي. الله يهديكم البنات وكبروا دماغكم شي شويه، الله يهديكم. وانتم فو بوزي دي كيستيون، واش وقع لها هكا؟ لا سو كاينه هضرات على هادشي، اذا انا لا وقع لها واغيتي دي تخبيت كاع لهاد الدرجة. ما كنفهمش انا يا كيفاش بنادم كيكون بيت لهاد الدرجة. غوفنو الموضوع ديالتنا، عرفت غير فين درتي؟ شفت عند اين الدكتور؟ عند الدكتور بن موسى. اي واحد عنده مشاكل، واي واحد راه ما يمكن سوا ما فهمتش واش الناس كتعيش بلا مشاكل. الناس راه ما كتعيش بلا مشاكل. لا نهضر على هاد المواضيع، هاد المواضيع كخصنا نهضروا عليها. واش حنا ما يمكن ليناش نهضروا على ان الوليدات جاولنا الطريقه التربيه ديالها؟ ايتها الام، الام والاب، الا كان الاب ما يمكن ليش يتحمل مسؤوليه الاولاد خلي الاولاد لامهم، وإلا كانت الأم ما يمكن ليهاش ولا تعيش الظروف كيما كانت نوعها، خلي ولادك عند باهم، راه انت امهم وهو باهم فقط. بركة علينا ما نكونوا انانيين، بركة علينا ما نكونوا خايبين، بركة علينا ما نفكروا كيف ريوسنا، نفكروا في هذوك الولاد جاونا، نفكروا في ولادنا. واش فهمتوا؟ راه هذاك باهم وانت امهم. مي ما نبقاوش انا نجر هو يجر، انا نجر هو يجر، انا نجر هو يجر، انا نجر هو يجر. شكون اللي غادي يربح في الاخر؟ حتى واحد. شكون اكبر خساره؟ شكون هي اكبر خساره في هذا الموضوع؟ مولادنا. كنوليو كنطلقوا المجتمع اولاد عندهم عقد نفسيه، الاولاد خاصهم يعيشوا في انطواج اللي يكون مزيان. كان عند الام ما فيها بس البات يحضر راسه، كان عند الاب ما فيها بس الام تفكر في مصلحه وليداتها. ما تضيعوش ولادكم. واش انا مثلا وحده كتجي كتقول لي انا اللي فيا كافيني خليت بنتي، اوكي كاينين دي سنتيمون، كتقول لي كوميم يا ربي كتب عليا شي مكتب خير من هذا فقط. انا ذلك هادشي كنقول يا صدق. انا كونجو كنمشي، انا فاش كنمشي وكنلقى بنتي كومون ايلي، مسمح لي كنعس 12 ساعة. حيت هادشي اللي كاين ممكن ليش ندبز مع واحد القضاء نكتبو عليا سد ربي. ربي باغيني نعيش هادشي دابا، بتيت ربي غادي يبي يعوضنا بشي حاجة أحسن ونجمع مع بنتي في ظروف أحسن. نتوما الناس اللي كتبقى تقول لا والام وطاطا ونيني وهذا، واش انت غتورينا تكوني احن على بنتي مني مثلا، ولا غتخافي على بنتي اكثر مني، ولا غتبغي مصلحه بنتي اكثر مني؟ وما تبقاوش تكونوا حمقين لدرجه انه كتولوا بهلات. وشكون قال لك انت بلي انا كنبكي ليل ونهار؟ وشكون قال لك انت بلي انا فاش كنشوف انا بنتي في لي ميور زيكول مونديال حبيبه ديالي
كتفيق بنتي كتطل وكتدوز من البولفار لارفوتو، كدوزي ويكاند مع لي جون بيان اللي ما غاديش يزرعوا فيها الحقد والسم والبغض وغادي يحقدوا فيها. شوفي هذيك ومال هذيك وعندها والسبان والكلام خايب وبغيتيني انا نجيبها باش اش باش انا ما نعرف نخدم نطور من راسي. اوكي سوبوزون ان هاد البنت اوكي انا جو سوي كابابل انني نهز بنتي ونحطها في احسن ايكول في المغرب وهادشي نتوما عرفتوه مثلا. اوكي وتلا جبدها باها قاد بها وقدر دخلها في احسن ايكول في المغرب. واش انا باش نعطي واحد الحاجه لبنتي، انا باش نعطي واحد الحاجه لبنتي واش انا عندي الوقت؟ نو no. باش انا نحطها في احسن ايكول في المغرب وباش انا نسكنها في احسن سكنه ونسكنها في احسن كارتي ونعيشها احسن عيشه خاصني نخرج نخدم. الا خرجت نخدم ها هو لو فيدا اللي حرمتها من باها اي من امها اي من ما كاينش لو كونترول. انا ما كايناش خدامه الباك ما كتعيشش معاه في المغرب اكسيتيرا. يعني انا وفروا الكلام على ريوسكم. انا هادشي كلشي اللي كتقولوا كيدخل لي من هنا وكيخرج لي من هنا. بغيتي تحكمي في ولاد ولديهم من كرشك وتحكمي فيهم وهضري تتشبعي. انا كنشوف بنت مصلحه بنتي كونت ما في لوغا دي ديبلوم من دي زيكول اللي تقدر من بعد تجي للمغرب وتخدم وتاخذ لي ميور بوست اون فيغا ديك الساعه. سيري انتيا كل وحده انا احترم كل وحده والراي ديالها كل واحد يديها في سوق راسو كل واحد يديها في سوق راسو. راكم عيقتو بزاف على الناس راكم ماشي حيت حنا مشهورين عندكم الحق انكم تصيفطوا لينا ميساجات جارحه. عباد الله راه هادوك ميساجات كاينين دي انفلونسور ولا دي جون كي ما تيقدروش يسيبورتي وراه تقدروا توصلوا الانسان للانتحار ولا محاوله الانتحار. عباد الله راه نتوما كديروا شي حوايج اللي كاك سواء الباس سواء الانسان مخصم مع صاحبته مع راجل مراه مخصمه مع راجلها كتدخلوا وما يمكنش واسي امبوسيبل وما يمكنش وهادي وتبقاو تكتبوا دي كومونتير وتصيفطوا دي ميساج وهذا وتطمن لنا مالكم اختي ياك لاباس. انت وحده في المنطقه راه انتي ماشي هادشي علاش خليتيها بلا ما تكذبي على راسك. حنا والفلاك حنا طباش المطور انت اللي جبتي انا ما خليتهاش باش تعيش معاك وتقول حيت كنتي غير مؤهله انك تقبتي البنت. بيان سور كي تا دي كو جو مون مي بيان سور مي بيان سور جو رونتر ابري 10 ans ديال الزواج من واحد البلاد كنعاود ناسس راسي. انتي الا كنتي كتعتمدي على صاحب ولا كتعتمدي على باك ولا كتردخي فيل دباك وتلقاي الخدمه والردم وتلقاي باك بيحط لك مليون و جوج مليون في الشهر انا ما عنديش. انا كان خصني نخلي بنتي لباها تعيش مزيان ونرجع نعاود نخرج الضفار ونعاود نحفر ونجبد الخدمه ونعاود نجبد المؤهلات ونعاود نخرج راسي ونعاود نخدم ونعاود نتعرف على الناس ونعاود نجبدها من فم السبع الحبيبات ديالي. دو كو تو بارل دو كو تو بارل اكبيتي اختي دو كو تو بارل كي تا مونتي. انا خليتها باسكو كنت غير مؤهله
ولو جوغ اللي نكون ان غراند فام دافير بنتي غادي تكون كبيره ان شاء الله ديك الساعه انا غادي نعطيها لي كلي ديال اش ديال لافونور تي ما شيري جيتي بريباري سا بوندون كو تا مامون ال ترافاي في واحد البلاد في المغرب ولا اكس بلاد وكانت كتحفر وبكي ربي فيك تربيه حسنه هاك يا لو كادو تي ما شيري سواء ان بروجي اون ميزون ان تروك جي في كلكو شوز بور ما في انت الا كنتي كيعجبك تجلسي عند والديك وتندبي وتسني باك تيعطيك وتسني الصاحب تتصاحبي معاه اللي بغيتي تلاقي معاه في واحد العام اللي ما عندش دمو السميه باش يجي يعطيك 300 درهم انا ما كنتظرش لا با ولا صاحبي ولا راجلي يعطيني واش فهمتي انا ما دايراش هكا سي سا كي فو كومبروندر كوني با توس باغاي جو ديبون با على الراجل انا كيف ما يكون نوعه حتى لو يكون هذا الراجل بابا Et c'est ça qui fait la différence entre une femme et une autre, ma chérie. Et je préfère que je laisse ma fille et que je ne sois pas à côté de moi, on sort, on dit que je suis en train de me faire, pour que je ne me dise pas, 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 je ne me dise pas. Si tu te dis à la race, je ne me dis pas à la race. Tout le monde, qu'est-ce que tu te dis à la race? Je ne me dis pas, je ne me dis pas, je ne me dis pas, je ne me dis pas. كنعاودو نوضو باش كنوضو بالعزيمه وبالقوه فهمتي واش فهمتي اش بغيت نقول لك يعني لا مونطاليتي حبيبتي كتلعب دور فهمتي وانا لواحد الحاجه انا كنحمد الله شوفوا فو جامي غونغريتي واحد لافي اللي كتعيشها مع واحد الانسان واحد لا غولاسيون واحد لا غولاسيون اللي كنتي عشتيها مع واحد الانسان تعلمي منها ما تقوليش ندمت لانه اي غولاسيون كتخلي لك واحد الجرح وواحد القرح وواحد الفرح حبيبه جاني واش حنايا كنضلوا منين كتفيقي وانتي كتبكي انا عندي الوليدات انا بعدا جغوسوا دي ميساج كو جو ناريف ميم با كومبروندر اختي سو كاينه عافاك عندي جوج الاولاد وما بغيتش نعطيهم لباهم وباهم لاباس عليه والله ما يديهم والله دروك ما لقيت حتى باش نشري لهم حليب هز ولادي بسناني وما عرفتش كتصيفط لي ميساج ولا كتصيفط لي ما سمحيني يا باهم لاباس عليه وانا ما عنديش ونجلس نطلب في الانستغرام لي زانفلونسور ونصيفط لهم دي ميساج سي كوا سيت فيختي يلا C'est quoi cette fierté? Je préfère un an bas en maison ou mon docteur je vais dire coucou, ça te vient en fait parce que un an, ma cadre je ne peux pas le mettre dans la salle ou là ou là ou là ou là, ma cadre je ne aide les hommes. تعطي مننا تعطي من لي تعطي مننا ولا هضرة وما قدرش نخدم وما يمكن ليش نخدم وحيت أنا كنت لاباس عليه ما يمكنش لي ندير الميناج و إي دي كومبلكس دي كومبلكس دي كومبلكس دي كومبلكس في الناس et des complexes et des complexes et des complexes et des complexes ou des complexes rien même kinch nes mardat واش فهمتم ناس مرضات فالبنات الله يرضي عليكم انا بديت كنبلوكي هاني كنبلوكي لو سخ بدا كيطلع ف لا حول ولا قوه الا شوفوا انا قررت ما غاديش باقي ندير هذا اللايف تاكل عندي وين حنا فين وحده اش كنقول و بيان سور وباغينا سهله مو من غير ما باغينا سهله ماشي حتى باغينا البنات سهله البنات باغين غير يهضروا غير تجلس شي تلق حامض اكثر من جنابه ومن بيطانه وتجلس طاطا ودي
لقيت وقلت تكتب وراه عيب راه هادشي كيرجع حتى للتربيه هادشي راه كيرجع حتى للتربيه اي للمعلومه باش تحطيها راسخه في دماغك حبيبتي ولو ماشي غادي شفتي يمكن تجي ماشي غتكتبي هترسمي هترسمي كلامك ترسميه واش فهمتي وتحطيه في شي متحف كلامك في هادشي هذا ما كيحركش فيا حتى الشعره مي انا كنهضر في هذا الموضوع على لي جون اللي ما عندهمش مثلا كاينه شي ام اللي ماشي كلشي بحالي ماشي كلشي غادي يقدر يستحمل كلشي ماشي كلشي غادي يقدر يستحمل الكلام الجارح ماشي كلشي ولكن تقوا في الناس الله تقوا في الناس الله اعب الله راه شوفوا راه واحد النهارات غادي يجي واحد النهارات اللي غادي يطيح بنادم حتى هو في واحد المشكل وغادي يلقى راسو اش غادي يلقى راسو داكشي اللي زرع هو اللي غادي يحصدو يعني حتى حد ما واقف معاه كلشي كيتنمر عليه كلشي تيقول ليه علاش كلشي تيقول ليه راه الدنيا دواره راه عيب اوكي انا بوتيتغ اوجوردي جو سوي توجور كابابل انني نحط التوجيه في التليفون ونبقى كنجاوب هاد الاجوبه مي بوتيتغ دومان جو سري با كابابل غادي تكون غادي يكون كليتو ليا دمي كليتو ليا مصيتو ليا دمي كليتو ليا لحمي غادي نكون مثلا ما بقيتش قادره واش فو بونسي انكم نتيا ولا انت دغيغ ليكرون فازي نتيا ولا انت دغيغ ليكرون واش كنتي كتربحي شي حاجه علاش حبيبتي بتنفيق مع الصبا انا ما فيقاش مع الصبا انا فيقه مقاده حنا كنهضروا انا هذه نصيحه كنعطيها لكم ومن بين النصائح اللي كنعطيكم نصيحه اليوم قريب الدخول المدرسي قبل ما يدخل ولدك للمدرسه حبيبه ديالي شديه قولي لي الا كانت كتقرا معاه لونديكابي قولي لي يشد بيديها الا كانت كتقرا معاه الغليظه ولا الرقيقه ولا الطويل ولا السمر ولا الشهب ولا العرج ولا بركة من التنمر هادشي قريوه لولادكم هادشي قريوه لولادكم شدي ولدك وهضري معاه كون كوا كوني توس باغاي هضري مع ولدك ولا هضري مع بنتك وقولي ليها باللي هادي المدرسة كتجمع كل شيء وكلكم وليدات زوينين من الكحل من الصغير من الطويل من الغليظ من القصير من اغيتي راه وليداتنا كاين بعض النوبات كيدخلوا للدار ما تتسد عليها بنتك ولا ولدك باسكو واحد لونفون معاها في ليكول ولا في القسم كيجلس كيتنمر لك على بنتك كيعقدها لك وتيركب لك فيها تاع عقد نفسيه من الصغر ايوا هذا الشيء راه كيرجع للتربيه الا انت هضرتي مع ولدك ساعه في النهار والاخرى هضرات مع ولدها ساعه في النهار والاخرى هضرات مع ولدها ساعه في النهار ما غاديش نعطيو واحد المجتمع دي سي 15 اون ولا 20 طون اللي حنا دروكا كنعيشو فيه كنعيشو مع ناس كتكتب لوحده سيريه الغليظه كنعيشو مع ناس راجل كيكتب لوحده انت مطلقه واش هاد الشيء باقي في الدنيا عباد الله قريو شي شويه وعي ولادكم راه الوعي راه ما جاش من طرق من طرق من القرايه ومن المدرسه ومن الكتاب ومن ستيلو راه الوعي جا من التربيه ربي ولدك هزيه من حجره تيفهم ربي ولدك ربي ولدك ربي بنتك قري ولدك قري بنتك شدي بيد ولادك هضري معاهم هضري ثم هضري ثم ما تعيش من الهضره في طبلات الفطور هضري في طبلات الغداء هضري في طبلات العشاء هضري راه التربيه غلبت الاصل سعيده سي توي كونتر موا سا سي طون بروبليم اي سا مو ريغارد با اي سا مو في ابسولومون ريان توي كونتر موا سا سي طون بروبليم et ton message je le respecte mais ça me fait ni chaud ni froid exactement ربي ولادكم ربيهم دابا تدخل للدراسي يا ما يا
ايام وليداتنا كيدخلوا مامون جو فو بلو الي ليكول كتبقاي انت تي كروز تي كروز انت ما عرفتيش ولدك علاش ما بقاش حمل لك ليكول دان سول كو كتشجي ولدك الناس ماشي كلشي عندهم لي موين باش تجي وليداتهم للبسيكولوج ولا تجي وليداتهم للسبيساليست اللي يقدر يهضر ليهم مع ولادهم ماشي كلشي بوتيتغ انا بوتيتغ انت ولكن ماشي كلشي كتلقاي ولدك كيمشي لو بروميير جور ديال ليكول غادي بحويجاتو بشكوكيرتو وفرحان وعجبو الحال وبخير وعلى خير ايدان سولكو اون سيمين ابري كيقولك نون انا ما باقيش بغيت نمشي للمدرسه علاش ما بقاش بغى يمشي للمدرسه علاش ما بقاش باغي يمشي للمدرسه الا ما كنتيش كتهضري مع ولدك ما عمرك ما غادي تعرفي علاش ما بقاش بيمشي للمدرسه الهضره دائما ودائما كنقول لكم في ميلانج ديالي اي مشكل كان عندكم في حياتكم سواء مع ولادكم ولا مع والديكم مع لاكومبانيمون ديالك كلبك ودوي معاه كلبك مشتك ودوي معاه شتي مشتك فاش يلا كتجيبيها ولا كلبك يلا كتجيبيه كيدير لك كاكا كتهضري معاه اليوم غدا كتوريه بلاصه فين كيدير حاجه كاكا كيبدا تيمشي للبلاصه نتاعت كاكا تو سول سا سي ان انيمال ما بالك الانسان واش فهمتي فهادشي اللي بغيت نقول لكم وصباحكم مبروك ونهاركم زين وكنتمنى انا عبرت اليوم تكون يعني هضرت اليوم تكون عبره للناس وتكون او ما كوبين كتصاوب لي الفطور تي غيزون جو سوي توتافي داكور حبيبتي عرفتي انا كنوض من النعاس دابا يلا على المود الثاني انا كنوض من النعاس وكنتسرح كنوض من النعاس باش نوض نتسرح في بلاصه اخرى واش كتوقع لكم حبيني او حبي غيري دروسه طماط نشوف لك ولكن هذيك اللي قلت لي ما شفتهاش انا في برشلونه نو سي شتها ما لقيتهاش دابا في السوق ولكن انا شتها عرفتيها شتها كنت كنشريها وا كتكون اللون ديالها خضر كاينه بعد النوبات كتكون كحله كاع غاليه هي وا صايي زيد ما كاينش باي باي